بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع في محاضرة اليوم الموضوع الذي بدأناه بالمحاضرة الماضية، وهو عن DC Generators. درسنا في المحاضرة الماضية عملية بناء الفولت في السيلف اكسايتد DC Generator، وكذلك درسنا العوامل التي يتأثر بها الانديوزد EMF مثل تغير السرعة وتغير مقاومة دائرة المجال. بالإضافة إلى هذه العوامل التي تتأثر بها القوة الدفع الكهربية المتولدة في الدي سي جنريتور، فإن هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وهي ريفيرس شنت فيلد كونكشنز اللي هي انعكاس أطراف دائرة المجال، وريفيرس روتيشن اللي هو انعكاس دوران الجنريتور، وريفيرسد ريزيدوال ماجنتيزم أو انعكاس المغناطيسية المتبقية في الأقطاب. هذه التأثيرات سوف ندرسها بالاستعانة بالأشكال التي تعرض أمام حضراتكم. بالنظر إلى الشكل الأول المعروض أمام حضراتكم، نجد أن هذه الحالة الطبيعية أو Normal Voltage Buildup Correct Polarity، بنجد أن التيار بيمر في الاتجاه العادي، وبالنظر إلى اتجاه الفلكس الناشئ عن الأقطاب والريزيدوال ماجنتيزم نجد أن كل منهما يجمعان معا، وأقطاب الجنريتور بيكون الموجب لفوق والسالب لتحت. في حالة عكس أطراف تغذية ملفات المجال، فإن ذلك يؤدي إلى انعكاس اتجاه الفيض الناشئ عن الأقطاب، ويؤثر في اتجاه عكس الريزيدوال والمغناطيسم الموجودة في الأقطاب من التشغيل السابق وإضعافها، وهذه تعتبر من الحالات الأخطاء التي يجب تلافيها عند التشغيل. إذا انعكست سرعة دوران الجنريتور يعني يدور في الاتجاه المعاكس، في هذه الحالة القوة الدافعة الكهربية اللي بيبنيها بتكون عكس ما هو موجود في الحالتين الأولى والثانية، وبالتالي فإن اتجاه التيار في دائرة المجال يكون عكس الاتجاه الطبيعي اللي هو مش موضح بالشكل الأول، ولذلك فإن الفيض الناشئ عن الأقطاب يعاكس الفيض الناشئ عن المغناطيسية المتبقية من التشغيل السابق. في حالة ما إذا كانت المغناطيسية المتبقية كانت في عكس الاتجاه أي كانت سالبة، فإن ذلك يؤدي إلى بناء قوة دافعة كهربية في الاتجاه المعاكس، ونجد أن أقطاب المولد بيكون السالب فوق والموجب تحت. بالنظر إلى الحالة الأولى والحالة الأخيرة نجد أنهما كل منهما عكس الأخرى تماما، يعني الحالة الأولى فيها الريزيدوال ماجنتيزم والفيض الناشئ عن تغذية الأقطاب كل منهما يعني في اتجاه بيتجه من اليمين إلى اليسار كما تعول في الشكل، أما في الحالة الأخيرة فإن الفيض الناشئ عن الأقطاب والفيض الناشئ عن المغناطيسية المتبقية يكون كل منهما في الاتجاه من اليسار إلى اليمين، وبالتالي فإن الحالة الأولى والحالة الأخيرة كل منهما عكس الأخرى تماما، رغم أن الاتجاه الدوران هو نفس الاتجاه، ولذلك نستخلص من ذلك أن اتجاه المغناطيسية المتبقية في الأقطاب له دخل كبير في تحديد البولاريتي للجنريتور، فإذا كانت المغناطيسية المتبقية موجبة تؤدي إلى إن المحرك المولد بيبني فولت في اتجاه محدد اللي هو الحالة الأولى، وإذا كانت المغناطيسية المتبقية في الأقطاب في سالبة يعني في عكس هذا الاتجاه، فإنها تؤدي إلى بناء جهد في الاتجاه المعاكس مثل الحالتين المبينتين اللي هي الحالة الأولى والحالة الأخيرة
في الأشكال الموضحة أمام حضراتكم. والآن نريد أن نناقش مشكلة مهمة جدا قد يواجهها تشغيل السيلفي أنكزايتي جنريتور، وهي مشكلة حدوث شورت سيركت على أطراف المولد. في الأحوال يعني إذا حدث شورت سيركت على أطراف المولد، فإنه في هذه الحالة بيمر تيار كبير جدا في الملفات، ويتسبب هذا التيار في حدوث تشبع في الانترنودز، مما يتسبب في تعطيل وظيفتها. طبعا احنا عارفين انتربولز بتقلل، هي بتوضع لتحسين ظروف الكوميتيشن ولتقليل الاي ام اف الانديوزد في الملف اللي هو اندر كوميتيشن كما تعلمون. حدوث الشورت سيركت على اطراف المولد بيؤدي الى انه يحدث تشبع في الانتربولز فتتعطل وظيفتها. بالإضافة إلى ذلك، حدوث الشورت سيركت في حد ذاته بيسبب إن البعد على أطراف دائرة المجال بيساوي صفر، وبالتالي ينخفض تيار المجال بشكل كبير جدا، كبير للغاية، ويؤدي ذلك إلى ضعف الفيلد الناشئ عن تغذية الأطراف. وبالتالي فإن ضعف التغذية الناشئ عن الأطراف مقترنا بزيادة الأمبير لفات الناشئة عن الأرميتشر يؤدي إلى انعكاس بناء مغناطيسية في عكس اتجاه المغناطيسية المتبقية في الأقطاب. هذه المغناطيسية اللي بيتم بناءها بتؤدي إلى انعكاس أو بناء مغناطيسية متبقية في الأقطاب في عكس اتجاه المضاد. بعد إزالة العطل و قيام المولد ببناء قوة دفع كهربية مرة أخرى بعد انتهاء العطل، بنجد أن المولد بيبني قوة دفع كهربية في الاتجاه المعاكس، نظرا لأن الريزيدو المغناطيسي في الأقطاب انعكست، وهذا ما كنا نشرحه في الصفحة الماضية، اللي هي يعني إذا حدث انعكاس للريزيدو المغناطيسي بيؤدي ذلك إلى انعكاس اتجاه بناء القوة دفع الكهربية. ولذلك فهذه المشكلة يجب أن ينتبه إليها المهندس المسؤول عن تشغيل مولد الدي سي، أي أنه في حالة حدوث شورت سيركت عرضا على الجنريتور يجب أن يتأكد قبل إعادة التشغيل مرة ثانية من اتجاه القوة الدفع الكهربية المتولدة على الأطراف، فربما أدى ذلك الشورت سيركت إلى انعكاس القطبية اللي بيتولد بها الجهد على أطراف المولد. طبعا هذه الحالة اللي بنتكلم عليها وهذه الإشكالية بنتكلم عليها هي إشكالية عرضية، غالبا قد لا تحدث في أحوال التشغيل العادية، لأنه كما تعلمون المولدات الكهربية بتكون مزودة بنظام حماية بروتكشن ضد حالة الشورت سيركت، وإذا حدث فبيتم فصل المولد مباشرة قبل أن يصل هذا الشورت سيركت، يعني قبل أن يؤدي إلى حدوث هذا التأثير. ولكن نحن ننبه على ذلك الآن، أنه إذا حدث عرضا أن حصل شورت سيركت على أطراف الدي سي جنريتور من نوع سيلف إكسايتد، فينبغي أن ننتبه إلى أنه يجب التأكد من أن البولاريتي اللي بينتج عليها اللي بينتج بها المولد الفولت على أطرافه، هل ما زالت في الاتجاه الصحيح أم حدث لها انعكاس نتيجة انعكاس اتجاه المغناطيسية المتبقية في الأقطاب. ننتقل الآن إلى دراسة تغير الجهد على أطراف الدي سي شنت جنريتور أثناء التحميل. أثناء التحميل الدي سي سيلف اكزايتد جنريتور او شنت جنريتور بتوجد به ثلاثة عناصر لانخفاض القوة الدفع الكهربية او انخفاض الجهد على اطرافه اثناء التشغيل. توجد ثلاثة عوامل. العامل الاول هو انخفاض الفولت نتيجة المقاومة الداخلية، يعني كلما زاد تيار الحمل بيحدث I في R
اللي هي اي في ار اي اللي هي داخل الارمتشر، فبتؤدي الى انخفاض الفولت بزياده تيار الارمتشر، بيزيد انخفاض الفولت. العامل الثاني هو الدي ماجنتايزنج افكت للارمتشر اكشن، بيحصل ارمتشر اكشن بيؤدي الى زياده الدي ماجنتايزيشن اللي هو خفض الفولت نتيجه اضعاف الاقطاب نتيجه الارمتشر اكشن. العامل الثالث أن التغذية في الأقطاب تتم من أطراف المولد مباشرة، وبما أن الجهد ينخفض نتيجة العاملين السابقين اللي إحنا قلنا عليهم اللي هي انخفاض الفولت نتيجة المقاومة الداخلية وانخفاض الفولت نتيجة الأرمتشر أكشن، انخفاض الفولت في حد ذاته يخفض تيار الفيلد، لأنه التغذية بتتم مباشرة من أطراف المولد، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الدفع الكهربية المتولدة في داخل المولد. أي أن الدي سي شنت جنريتور يتأثر بثلاثة عوامل لخفض القوة الدفع الكهربية المتولدة بداخله أو الخفض الفولت على أطرافه. العامل الأول كما قلنا اللي هو الآي في الآر اللي هي خاصة بالأرمتشر. العامل الثاني اللي هو الدي ماجنتايزنج افكت اوف ارمتشر اكشن، والعامل الثالث الجهد على اطراف المولد نفسه، بما انه بينخفض نتيجه العاملين الاول والثاني فيؤدي ذلك الى انخفاض قيمه الفيض اللي بتنتجه الاقطاب، وبالتالي يؤدي الى مزيد من خفض الجهد على اطراف المولد. لنرى كيف يتغير الفولت على اطراف المولد اثناء التحميل. بنرسم محورين، محور التيار اللي هو الأفقي تيار الأرمتشر، ومحور الفولت، محور الفولت على أطراف المولد التيرمينال فولتج على المحور الرأسي، ونشوف الفولت بيتغير إزاي. نتأكد إن الفولت مع زيادة التحميل بيقل بهذا الشكل الموضح أمام حضراتكم، إلى أن ينخفض ويصل إلى القيمة القصوى اللي أقصى تيار ممكن أن يمر فيه الأرمتشر. طبعاً أقصى تيار هنا بيكون يعني أقوى بكتير جداً من ريتد كارنت. وكما ترون من حالة اللا حمل، يعني التيار بيصير صفر إلى حالة الحمل الكامل اللي مكتوب عليها ريتد فولتج دي، بتجد إن الجهد انخفض يعني بشكل يعني شبه خطي تقريبا، ولكن يعني هو يختلف حد ما عن الشكل الخطي. إذا زاد التيار عن هذه القيمة اللي ريتد فولتج، يبدأ معدل انخفاض الجهد في التزايد بمعدل كبير، يعني بمعدل انخفاض الفولت بيزيد إلى أن يصل التيار إلى قيمة عظمى، فيحدث يعني شبه انهيار للفولت بشكل مفاجئ. طيب ماذا لو إن إحنا حاولنا إن إحنا نزود الحمل أو نقلل مقاومة الحمل، لو عندنا يعني مقاومة متوصلة على أطراف المولد، مقاومة حمل يعني، وحاولنا إن إحنا نقللها أكثر من ذلك في محاولة للحصول على تيار أكبر، نشوف إيه اللي يحصل كده؟ اللي بيحصل ان نجد ان التيار بدل ما كان بيزيد بيبدا يقل مره ثانيه، طبعا لان بيحصل انهيار للفولت، بيحصل بريك داون للفولت، انهيار للفولت، وبالتالي التيار بدل ما هو عمال يزيد بيرجع يقل ثاني الى ان يصل الى كومبليشن سيركت اللي النقطه اللي تحت، الى التقاء الكيرف الاحمر ده بالخط الافقي، هذه النقطه اللي عندها تقريبا يعني في شورت سيركت تام على اطراف المولد، وعندها التيار بيكون نزل لأقل من الريتد فولتج، من الريتد كارنت، أي أن التيار يعاود مرة ثانية بيتناقص مرة ثانية. الكيرف اللي موجود أمام حضراتكم ده خاصية مهمة جدا في مولد التيار المستمر من نوع زي التغذية الذاتية أو الشنت جنريتور. الكيرف بيقول إن يعني في مجمل وصفه بيقول انه بزياده التحميل على الشنت جنريتور الجهد بينخفض بمعدل تقريبا خطي الى ان يصل الى ريتد كارنت. اذا تجاوزنا ريتد كارنت وحاولنا نحمل المولد بطريقه اعلى من ذلك، فمعدل انخفاض الفولت بيزيد ويحدث شبه انهيار للفولت عند قيمة للتيار اللي بنقول عليها البريك داون اللي موجودة، اللي هي أقصى تيار ممكن تحصل عليه من المولد. إذا تابعت بعد ذلك محاولة خفض مقاومة اللون في محاولة لزيادة التيار المسحوب منه، تجد بيحصل العكس، بيحصل إن التيار بيبدأ يقل
وإلى أن تصل يعني عندما عند وصول المقاومة إلى على طرف المولد النشاط الساكن، بتجد أن التيار بينخفض مرة ثانية ويصل إلى الجهد، يصل إلى الصفر عند قيمة للتيار بتكون دون الريتد لود كارنت للمولد النوع من النوع الشنط جنريت. هذا الكيرف مهم جدا وهي من الخصائص المميزة للشنط جنريتور. ويعني هذا الكيرف يعني بإذن الله إذا تحسنت الظروف سوف نختبره ونحصل عليه في المعمل بإذن الله، لأنه من الخصائص المهمة جدا التي يجب دراستها على هذا النوع من المولدات. قدمنا في أثناء تقديمنا للمقدمة عن آلات التيار المستمر طريقة حساب الريجوليشن لمولد التيار المستمر، وقلنا وقتها ان الريجوليشن او الفولتج ريجوليشن بتساوي الفي نو لود ناقص الفي ريتد على الفي ريتد في 100. علشان نحسب الريجوليشن يبقى مطلوب نحسب النو لود فولتج اللي هو الجهد اللاحم، الجهد الذي يعطيه المولد عند اللاحم. الحقيقه هذه حساب هذا الجهد يعني شويه بيحتاج الى بعض الحسابات. الحقيقة بدون حسابات يعني لو انت عايز تجيب النو لود فولتج بتعمل ايه؟ ممكن المولد هو بيتحمل، تقدر تفصل الحمل عن المولد وتقيس الجهد اللي بيعطيه عند الحمل، وتقدر في الحالة دي تطرح الجهد الريتد اللي هو مكتوب على النيم بليت من جهد الحمل اللي تم قياسه اثناء تشغيل المولد عند الحمل، تقسمه على الفي ريتد تحصل على الفولتج ريجوليشن او نسبة تنظيم الجهد على هذا المولد. ولكن من الناحية العملية يعني من الصعب ان احنا نفصل المولد بغذي لود، لانه المولد يعني هو شغال طول فترة الخدمة بتاعته، ما تقدرش انت تفصل الحمل عنه لمجرد انك تقيس الجهد على اطراف المولد عند الحمل. ولكن يستلزم الامر ان احنا نعمل استيميشن او ابروكسيميشن لهذا النو لود فولتج اللي المفروض ان يولده المولد اذا تم فصل الحمل عنه. طبعا عمليه الابروكسيميشن لهذا الجهد او الحصول على قيمه تقريبيه لهذا الجهد اللي هو جهد الحمل على المولد بيتوقف على ما اذا كان المولد هذا في كومبنسيشن او ما فيش كومبنسيشن، ونشوف كده. نشوف الحاله الاولى، إذا كان المولد الشنط جنريتور في كومبنسيشن يعني provided with compensating welding، دي الدائرة المكافئة للمولد المزود بكومبنسيشن welding. كما ترون الدائرة المكافئة في هدايا الأرمتشر مع ملفات الانتربول بالتوالي مع السي دبليو اللي هي الكومبنسيشن welding بالتوالي ومدايرة المجال بالتوازي مع هذه الدائرة. دي دائرة مكافأة للمولد. انت عشان تحسب الريجوليشن اللي احنا قلنا عليها من شوية عايز تحسب الجهد الذي يولده عند الحمل، شوف نحسبه ازاي. بتطبيق قانون كيرشوف للفولت على هذه الدائرة نستطيع نقول ان الـ E A اللي هي الجهد المتولد القوة الدفع الكهربائية المتولدة داخل الأرمشر بتساوي الـ V terminal زائد الـ I A R أرمشر ساكت، والـ R أرمشر ساكت بتساوي ثلاثة عناصر اللي هي الـ R أرمشر زائد الـ R انتربول زائد الـ R سي دبليو اللي هي الكومبنسيشن وايد. حيث ان هذه الماكينه مزوده بالكومبنسيشن وايندنج في الارمشر رياكشن في الحاله دي بيكون حصل له ايه؟ اليمينيشن، يعني لانك انت الكومبنسيشن وايندنج بيؤدي الى معادله التاثير المضاعف لرد فعل عضو الاستبدال. فبالتالي الاي ام اف اللي بيتم الحصول عليها من المعادله اعلاه بتمثل الجهد الذي يبنيه المولد عند الحمل، وبالتالي تستطيع ان انت تروح للمعادله اللي فاتت وتقول ان الفينو لود بيساوي الاي اي، وبالتالي تحسب الفولتج ريجوليشن بيساوي الفينو لود اللي تم حسابه الان اللي هو بيساوي اي اي ناقص الفي ريتد اللي هو مكتوب على لوحه المولد الاثناء الريتد لود مقسومة على الـ V rated في 100، تقدر تحسب الـ Voltage Regulation. هذه الحالة الأولى اللي حالة إذا كان المولد مزود بـ Compensating Winding.
الحالة الثانية إذا كان المولد غير مزود بكومبنسيتنج واحد، يعني ما فيش ملفات تعويض ورد فعل عضو الاستنتاج بيظهر تأثيره في الفيض الكلي الناتج عن الأخطاء. طبعا الدائرة مكافأة أمام حضراتكم، الدائرة دي فيها فقط الانتربول اللي هو الملفات اللي هي بتستخدم للتغلب على مشاكل الكوميتيشن اللي احنا قلنا عليها سابقا، وفي ملفات المجال لكن لا يوجد بها كومنسيشن واحد. في هذه الحالة لما بتطبق قانون كيرشوف للفولت تقدر تحسب الـ EA بيساوي الـ V terminal زائد الـ IA في الـ RA زائد الـ R interval، كده نحسب الـ EA. طب ناخد الـ EA بعد هيت ونروح للماكسيمايزيشن كيرف زي ما حضراتكم شايفين كده. الـ EA ديت هنوقعها وبعدين نحسب الماجنيتوموتيف فورس المقابلة ليها. الماجنيتوموتيف فورس المقابلة ليها ديت هي الـ F net اللي هي النت ماجنيتوموتيف فورس أثناء التشغيل. طبعا الـ F net ديت ما هياش هي الـ F اللي بتنتجها الأخطاء اللي بتنتجها الإيه الأقطاب، لأن الـ F الماجنيتوموتيف فورس اللي بتنتجها الأقطاب بتساوي الـ F net زائد التأثير المضاعف لرد فعل عضو الاستنتاج. نيجي نحسب الـ FF، الـ FF ديت هتساوي الـ F net اللي احنا تو جبناها من الماجنتيزيشن كيرف، نضيف عليها قيمة التأثير المضعف لرد فعل عضو الاستنتاج اللي هو الـ FD، نضيفه عليها نحسب الـ FF، ناخد الـ FF دي ونوقعها على المحور الأفقي، نطلع للماجنتيزيشن كيرف، نروح أفقي كده نحسب الـ F الـ V نو لود، ناخد الـ V نو لود ونعوض بها في معادلة الفولتج ريجوليشن ونحسب الفولتج ريجوليشن. يبقى دي الحالة الثانية اللي إذا كان المولد فيها بدون كومبنسيتنج دوال. وبكده يبقى احنا درسنا الحالتين الاثنين اللي طريقة حساب الفولتج ريجوليشن في حالة عدم وجود كومبنسيتنج وايندنج أو في حالة وجود كومبنسيتنج وايندنج. وكان فيه يعني زملاء من حضراتكم كانوا سألونا على هذه النقطة وقالوا إن إحنا يعني مش فاهمين الاختلاف ما بين المولد اللي فيه كومبنسيتنج وايندنج والمولد اللي بدون كومبنسيتنج وايندنج من وجهة نظر حساب الانديوزد اي ام اف عند النورود في هذه المولدات. فهذه يعني ممكن تكون إجابة على ما تم الاستفسار عنه في وقت سابق عن هذه النقطة. ناخذ مثال وهو مثال 12-2 موجود عند حضراتكم في الكتاب. نشوف المثال بيقول ايه. بيقول فيه 300 كيلو وات 240 فولت 900 ار بي ام سيبريتلي اكزايتد نون كومبنسيتد شنت جنريتور. خلي بالنا بقى من الكلام المكتوب، بيقول ان هو معطين اول حاجه 300 كيلو وات دي القدره المقننه، 240 فولت الجهد المقنن، 900 ريفوليوشن بير مينيت دي السرعه المقننه، سيبريتلي اكزايتد يعني طريقه التغذيه بتاعه هذا المولد سيبريتلي يعني بيغذى من مصدر منفصل، نون كومبنسيتد يعني غير مزود بايه بعمليه كومبنسيشن ويننج اللي بيستخدم للتغلب على رد فعل عضو الاستنتاج. يبقى عشان نشوف بس هذه الحاله بيطبق عليها ايه بالظبط من الكلام اللي احنا قلنا عليه من شويه. مكتوب شنت جنريتور، شنط جنريتور هو الحقيقة الديزاين بتاعه شنط جنريتور، لكن في الحالة اللي احنا هنشتغل عليها حاليا هي هنغذيه من مصدر منفصل. يبقى عشان نفهم الداتا كده ماشية ازاي. بعد كده بيقول انه له البارامترات الاتية، معطيني الـ RA، معطيني الـ R interval، ومعطيني الـ R field، وبيقول لي ان ملفات المجال الشنط فيلد فيه 1020 تيرنز لكل مول، وبيغذى من مصدر منفصل 120 فولت. يبقى ملفات المجال بتتغذى من مصدر مقداره 120 فولت، وده اللي اكدنا عليه في البدايه، وبتتغذى من خلال غيرستات لتنظيم تيار المجال. بيقول ان السيركت دايجرام والماكتيزيشن كيرف لهذا الجنريتور موضحه بشكل 12-10. طبعا هي موجود في الكتاب في تحت هذا الرقم، لكن انا اعيد رسمها مره ثانيه لان محتاج الرسم يكون موجود امامي.
الإيكوفالنت ديماكتازينج أمبيرتيرنس كوزد باي ذا أرميتشر رياكشن هو سبلاينج ريتد لود أند ريتد فولتج أند ريتد تمبريتشر إز أسيومد تو بي 12.1% of the shunt field magnetomotive force. بيقول أن التأثير المضعف لرد فعل عضو الاستبدال عندما يعمل المولد عند ريتد لود اللي ريتد لود كارد يعني وريتد فولتج وريتد تمبريتشر بيكون مقداره 12.5% من الأمبير لفات اللي بيعطيها الايه المشهد. بيقول احسب الآتي. أول حاجة النو لود فولتج، احسب الفولتج ريجوليشن، واحسب resistance setting of rheostat necessary to obtain the rated voltage at rated conditions. عايز تلات حاجات دول ونشوف ان شاء الله ايه نحسبهم ازاي. الحل، اول خطوه في الحل زي ما قلت لحضراتكم في امثله سابقه، بنرسم النو لود كاركترستكس او بنرسم الايه ماجنيتو موتيف فورس عند النو لود اللي هو منحنى الايه بناء القوه الدفع الكهربيه مع الام ام اف. ده الخطوه الاولى والمهمه جدا، ويجب ان يكون اول حاجه نعملها في حل مثل هذا السؤال. نرسم الكيرف. بعد ما نرسم الكيرف نبدا نحسب الاتي. اول حاجه انا عندي الباور اللي هي البي اوتبوت بتساوي الفي تيرمينال في الاي ان. البي اوتبوت بتساوي 300 كيلو وات، يعني 300 في 10 اس 3 بس في بتساوي الجهد في التيار. من هنا نحسب تيار الارمشر اللي بيطلع 1250 امبير. نكتب معادله الاي ام اف. الاي اي بتساوي الفي تيرمينال زائد اي اي مضروبه في ار اي زائد ار انتربول. الحاله دي اللي حاله النار كومبنسيتد زي ما قلنا. نحسبها تطلع الاي اي بتساوي 243 19، يعني حوالي 240 تقريبا فولت. ناخد الاي ام اف ديت ونروح للماجنيتو الماجنتيزيشن كيرف نشوف بتعطيني قصادها ايه كام ام ام اف. يبقى ديت الاف نت. بعد ما نحسب الاف نت اللي هي النت ام ام اف، نيجي نحسب الاف اف اللي هي بتساوي الاف نت زائد الاف دي ماجتاز. هو قال لي ان في الداتا بيقول لي ان دي ماجتازنج افكت بيساوي 12.1% من الاف فيلد. يبقى نحسب الاف فيلد اللي هي، او نقول يعني ان الاف فيلد بتساوي 1 ناقص 1 و بوينت 121 منها. ومن هنا نحسب الاف في اللي بتساوي زي ما مكتوب قدام حضراتكم بتساوي 5100 على 1 ناقص بوينت 121. نحسب منها الاف في. ناخد الاف في ونروح للكيرف مره ثانيه نحسب الايه الفي نولون. شوف الكلام ده على رسم افضل. شوف الكلام ده على رسم كده. طبعا ده الماجنتيزيشن كيرف اللي انا اعطيتكم الداتا في البدايه. على هذا بنروح نعمل ايه؟ نجيب الريتد نجيب الريتد اي اللي احنا حسبناها توا يعني من شويه اللي هي طلعت يعني حوالي 240 فولت اللي هي حسبنا الاي اي بتساوي الفي زائد الاي اي في الار ارمتشر زائد الار انتربول. حسبناها طلعت يعني حوالي 240. نوقعها على الرسم هنا. نوصل لغايه النولود كاركترستكس، ننزل تحت يطلع لي الماجنيتو موتيف فورس المقابله ليها. الماجنيتو موتيف فورس المقابله ليها اللي 5100 ديت دي الافينيت. الافينيت ديت نضيف عليها الاف دي ماجنتازي. ناخد ديت ونضيف عليها واحد 12.1% من القيمة الكلية، ولذلك احنا كتبناها بالطريقة الموضحة على الصفحة السابقة. نضيف عليها بالشكل ده هو تطلع اللي هي 5802. وناخد القيمة الكلية اللي هي الاف فيلد نطلع بيها للكيرف. بعد كده نشوفها ونشوف الفولت المقابل ليها هيطلع 255 فولت. يبقى هو ده الفي نو لود فولتج
ناخد الفي نود فولتج دهوت ونحسب بيه الريجوليشن، يبقى الريجوليشن بتساوي الفي نود فولتج اللي هو 55 ناقص الفول لود فولتج اللي هو 240 على الفول لود فولتج اللي هو 240 في 100، نطلع قيمة الريجوليشن زي ما هو موضح على السلايد السابقة. باقي لنا نحسب قيمة مقاومة الريوستات اللي في داية المجال عشان تعطيني الجهد اللي قال عليه. نفس من المكافأة زي ما هو موجود أمام حضراتكم كده، وفيها ريوستات طبعا لتنظيم تيار المجال، و طبعا هو قال لنا ان هو سيبريتلي اكسايتد يعني اتغذى مصدر منفصل اللي هو جهه الشمال دهوت في اف بيساوي 120 فولت. من اخر نقطه حسبناها الاف فيلد طلعنا قيمته اللي طلعت 5802. الاف فيلد دي بيساوي ان اف في الاي اف، منها نحسب الاي اف اللي هو الفيلد كارنت يطلع 5.69 امبير. الاي فيلد بقى الاي فيلد ده بيساوي ايه؟ بص كده على الدايره، بيساوي في فيلد مقسوم على مقاومه الفيلد زائد مقاومه الايه الريستات الاضافيه ديت، منها نطلع مقاومه الريستات تطلع المقاومه بتساوي 3 اوم، يبقى دي المقاومه اللازمه لدايره المجال.